Chers amis, nous sommes en direct de Marrakech, nous sommes à Arkech qui nous reçoit avec beaucoup de plaisir. Je suis avec un groupe qui est aujourd'hui culte au Maroc, nous sommes avec l'Efnaer. Il y a Khalifa, il y a Mohsin et il y a Ashraf. Voilà, il y a un quatrième larron qui nous a quitté. On a une grande pensée pour lui. قال لك النهار الاول اللي بغاو يديروا الجروب قال هاك اخويا عاودنا محسن دار واحد لانونس قال بغيت شي جوج اخرين يكونوا كيشبهوا ليا بلا نديروا شي جروب بلا نسميوه فناير في الاول جيت انا تنتابع انا وياه شي شويه اشرف كان تيشبه لينا هو كبر لينا وهو تخربق ليه وجهه الملامح ديالو كبر لينا شويه حتى لهنا تنتهي المعلومه ديالي خليفه الفرق بيني وخليفه غادي نطرح عليكم سؤال كان واحد ليفينمون امبورطون عندكم في المشوار ديالكم هو امريكا درتو فيها غروند انترفيو اللي كان ممكن تكلموا لي عليها ومن بعد عطوا الميكرو لبعضياتكم السلام عليكم جمهور الكريم ساعه مبروكه جيم الصباح طال دروكه عندنا في مدينه مراكش بعدا اولا وقبل كل شيء وبالنسبة للتجربة اللي عشنا في الولايات المتحدة الأمريكية وبالضبط في مدينة أورلاندو ولاية كاليفورنيا ولاية فلوريدا عفوا أورلاندو تعرفوها المغاربة بزاف معلوم لا فيها مغاربة فيها لا حتى الجالية المغربية المقيمة في أورلاندو تبارك الله وصلت على النبي زعما هذا المنبر تبغي نقدم لهم واحد التحية لأنهم كبروا بينا فاش كان عندنا الإيفنت تماك يعني واحد التكبيرة ما بعدها تكبيرة كانت سابقة للفرقة الحمد لله وكانت سابقة تل بالنسبة لنا كفنانة مغاربة أننا غنينا في هذاك التيران اللي هو من أكبر يعني ومن من التيرانات يعني اللي تجددت في أمريكا وتعتبر من التيرانات الكبار وكذلك ما ننساوش الشكر للناس اللي بسببهم وصلنا هذيك البلاصه اماوي سنتر هادي اسمي التيران سميتو اماوي سنتر لو كاين اسميتهم حتى هما راه تيبقاو اماوي سنتر يلاه وافسر انت المهم ما عليناش قلت لك كذلك بغيت نحيي حتى الناس اللي انضمت اللي هي غرفه التجاره المغربيه الامريكيه الناس كبروا بينا تبارك الله وصلنا النبي قدموا لنا كل ما تنحتاجوا تعاملوا معنا ك يعني ماشي كا ولكن تعاملوا معنا دا ستار انترناسيونال الحمد لله داز الايفينمون بخير وعلى خير الناس تجاوبوا مع الفرقه وكانت هذيك يعني من يعني كانت من لي مومون اللي كنا كنديروا البروموسيون للديسك ديالنا اللي خرج ون اول بريستاسيون كنت يعني في وسط التيران ديال اول كونسير ها هو راه مزكلهاش اول كونسير هادشي اللي كان الفرق اللي كان بين هذاك الكونسير وبين لي كونسير ديالنا اللي معتادين هو انه اول مره كتغني يعني قدام واحد الجمهور اللي هو امريكي 100% وكتشوفوا انه بدا تيليبسي معك قول مالي فهمتي بدا تيشطح ايتو دونك هذاك التفاعل كان زوين هو اللي فوالا هو اللي خلى الحراره شويه في القلب عندنا هذا هو الربح ومن غير شنو هي الانطباعات ديالك انما ما فيهاش من هز الميكرو سيري سيري خدم عليا الله عبدك هو الانطباعات ديالي هو انه ملي كتمشي لبلاد غريبه عليك كتلقى مغاربه تما كفرحانين بك بزاف كتحس ما تتمشي هذاك الكوتي ديال الغربه ديال مشيتي غادي تلاقى جمهور مختلف كتحس بان الناس كلهم من موراك داك وباش دير الهالف تايم في ماتش مهم بحال هكاك في الان بي اي كان الحمل علينا ثقيل في الاول ولكن الحمد لله غير دخلنا هذيك البركه ديال سبعه رجال تحضر في مشينا فهمتي دخلنا ما كاين بوتشين زابو كاع داك الشيء اللي وكاين وكاين لا اللي واعره اللي واعره هي بقات واحد السيده بقات لها مطبوع على في الخاطر ديالها حتى دخلنا للمغرب وصيفطت لنا ميساج قالت لي
تيجيو لي زارتيست كلهم تيطلبوا فين غيمشيو جلسوا اشنو غادي ياكلوا اشنو غيديروا قالت لي انتما زربتوا عليا جيتوا تقول لي شي بلاصه نصلوا فيها قالت لي باقا لي في خاطري لدابا فوالا الحمد لله او شطحه ثاني عجن معايا هادي امريكا عجناتنا هنا امريكا عجناتنا هنا وحتى الناس في لاباج ديالنا حتى الناس في لاباج ديالنا لا على حسب لي كومونتير كاملين تقريبا المغاربه كلهم اللي عجبهم هو قال لك لي دونسوز اللي كانوا معاكم تفاعلوا معكم دغيا وزادوا واحد فوالا وزادوا واحد لاتوش زادوا واحد لاتوش فوالا سي صح الحمد لله الحمد لله التجربه اخرى اللي كانت مهمه هي الكوب 22 هذيك تهضر على راسها هذيك فوالا كوب 22 هذيك شرف لينا اننا نغنيو الاغنيه ديال الامير نظيف من اخراج عبد الرفيع العبديوي والدراري صغار معنا واننا نكونوا حاضرين في ذاك المنبر واننا نكونوا حاضرين في لاكوب 22 نغنيو امام القاده ديال العالم وسورتو سيدنا الله ينصرو انه رحب بينا وسورتو لو مومون الوعر هو فاش صفق لينا هذاك تتبقى تاريخيه بزاف تبوريشه وانا نكذب عليك راه اعتراف هذاك كبير بزاف وواحد الحمل ثقيل ملي تيصفق لك سيدنا الله ينصرو راه صافي راه يعني راه عندك البصمه صافي عندك البصمه ومن كيمون مع العوينات ديالتي وفرحان وتضحك وا غادير وسورتو كانت واحد ليكسبيريونس اللي كان فيها شي شويه ديال ستريس سورتو مع الدراري الصغار لانه الدراري الصغار فاش حنا جايين ودوزوا معنا هذيك ليكسبيريونس ديال الغابه وشافوا الطبيعه وشافوا لو ميساج وما كانوا معهم لي بارون ديالهم ولكن فاش غادي تسمعوا بانهم غادي يغنيو قدام ملك المغرب قدام سيدنا الله ينصرو راه شحال من مره تيسولك تيجدك من سروالك هكا تيقول لك واش غندخلوا دابا واش غادي يكون سيدنا هنايا وحتى ديك الدغري مومون اللي انت شادو في يدك جارو تتخاف تقول هذا يقدر يحماق يخرج مسكين تخلع ولا فهمتيني الحمد لله جو غيف لا الحمد لله دبريش لا الحمد لله وهي كانت مفاجاه بالنسبه لينا بصراحه والله تفاجئنا بها فاش عيط لي امين وقال لي راه انا تيسليكسوني باش نغني الخبار صار وكاين الحمد لله احلى فوتوغراف فيك يا ولي زاد فرحنا اكثر عاوتاني هو الاستقبال اللي استقبلنا سيدنا عاوتاني هذاك كان عائله كنتكلموا على هذه المساله هذه اشنو كيحس الانسان ملي كتاح له هذه الفرصه لانها فرصه العمر نكون معك صريح هو انه كتحس بداك الشيء كلشي اللي درتي في حياتك انك بحال قلتي صافي بحال زيبيتي جمعتيه ودرتيه فوالا ها هو يعني ولا عنده ولا بين قوسين محصور ما عندوش فين يضيع فهمتيني تكون عندك بحال مثلا في حياتك تصور كيكون عندك هذا سميتهم اللي كديرهم في البوم كتعرف باللي سيفيتيهم فهمتي يعني ما يقدر يطيرهم لا برد ولا يمشيو ليك ولا تقيسهم شي حاجه هذاك يعني الاعمال ديالنا كلها تتسمر كانك سيفيتيها والاستقبال ديالو انهم انت تكون واقف قدامه ما تيخلي لك الراحه انك تهضر وسورتو فاش شاف الدراري الصغار وضحكنا معاه وقلت ليه باللي سيدنا فوالا هادو الدراري راه تاع المستقبل هذا هو الطبيب وبدا كيشوف هذا لابس طبيب هذا تيشوف لابس بوليسي هذا تيلبس هذا فهمتني مهندس ضحك معاهم وخدينا اون فوتو والحمد لله الحمد لله هذا هو الربح الكبرى اللي كتكون واش عندكم لحظات من غير هذه اللي بصمات المشوار ديالكم الفني زيد اخويا لحظات بصمات المشوار الفني منذ البدايه بدالك من البدايه بدا لي شي بدايه ديالك مزيان من بعد اي فنان فاش يكون بادي في البدايه ديالو راه تيكون متخبط في عقله وتيكون عارف اش باغي يدير ولكن ما كاينينش لي موان وما كاينش لي طراسي معاه الطريق وما كاينش لي يقدر يجرب يديه ولا يشد بيديه بالنسبه ليا انا كانت ليكسبيريونس ديالي تلحنا زاد في ناير حطاتها في واحد لا ما ذكرناش السلام فوالا انا داكشي لا جايك انا دابا ديما تقول يد الحنه وكدير جوج الخطوط انا سبقت لك انا قلت لك احنا من ولا عابل باش نتناقش حنا ابيل تنقولها من مورا ومن قدامه ابيل هو اللي عطى الفرقه واحد الدفعه اش بغيت نقول لك ما هي فيزيولوجيه ما هي تكنولوجيه ما هي يعني واحد الرجل يعني هذا علاش قلت لك اي فنان خاص لي يشد بيديه هذا انا كنسمع كاينين فنانين دي جون دابا مي تي كي ملي كيتلف كيقول بلي ما عنديش ستوديو
ما عنديش اللي كتب معايا ما عنديش فهمتني ما عنديش لي لا ما سي با سا خاص لونتوراج يكون زوين اللي داير فهمتني هذا علاش قلت لك ليكسبيرونس اللي دازت معايا مع في يد الحنه مع سي ابل داموسي بحال قلتي هز الفرقه وديستانغا حطها في هذه البلاصه هذه بديك الثقه ديالو فوالا وبالخدمه ديالو تبارك الله عليه فنان هذا الانسان اللي تت وهو ماشي خلطوا وطاق في الجروب ولا حيت كي قال محسن كيكونوا ناس كيكونوا ناس لما عاود كاينين دابا دي جون كيوقع لهم عند كي قال لك محسن عندهم واحد المشكل هو انا تيقول لك خاصني اللي يعاونني اللي يدفعني هو الا ما كنتيش انت تي اكزيست ديجا وعندك ان ترافاي وعندك واحد الباركور بديتي فيه ديجا ما تسناش اللي يجي يعاونك يعطيك الكود بوس لان هذاك الكود بوس بغى يجي غادي يدفعك غير الهويه يا الخوة ما خاص يكون عندك البوا ديالك دونك الحمد لله حنا فاش جا مسيو ابل جا لقانا عندنا ما تقيش بلادي لقانا جلس معنا فاش يهضر معنا راه حسينا واحد الاحساس انه بحال كيهضر معك الوالد ديالك فهمتيني ولكن جان عايش معك المود ديالك داك فهمتي وحس بينا ولو ميساج تا هو داز بيناتنا داز لا فايب الحمد لله وتفاهمنا وي هو اللي زوين عجبتك انا علاش ماركات الاكسبيريونس اللي ماركات هو تتكون تالف عندك الفن ديالك عندك البادج راها كاينه عندك الروح ديالك كلها ولكن في الحياه انت مازال ما عارفش مازال ما عندكش لي بوغن ديال الحياه مازال ما عرفتيش منين تمشي ومنين تجي ما عندكش السيركوي ملي كيجي واحد الانسان فوالا ملي تيكون الانسان ملي تيجي واحد الانسان اللي هو فاهم وعارف تيبدا تيشرح لك دوك المفاهيم اللي عندك انت في عقلك ديال الموسيقى المغربيه وديال التقليد انت اختاريتيهم فطري داكشي من عند الله فهمتني ولكن ملي تتولي تتعيش مع واحد الانسان اللي تيبدا يطراسي لك الطريق تبدا تفهم علاش هادي وعلاش هادي وعلاش فهمتي اش بنقول لك يعني حنا حب الوطن كان عندنا منذ البدايه والموسيقى حب الموسيقى المغربيه اننا ندخلوها في التراث ونديرها سميتو كان منذ البدايه ولكن فاش تقرا التكست ديال يد الحنا مع ابيل بحال هكا وتيشرح لك باللي يد الحنا سي ليد فيرتويال سي ليد المحنه سي خاصك تغسل يديك بالحنا ودير التراسي هذا باش تجي تسلم عليه سي دي تروك اللي حنا خديناهم فواحد لاج اللي باقيين حنا صغار اللي فوالا خديناهم من واحد لاج اللي كنا محتاجينهم هذيك الساعه هو اللي خلى ولي زاد فورجا هذا سميتو التلاحم اللي بيناتنا الروحانيه زاد زرعات ديال بصح الكلمه الحقيقيه فوالا سي صح سي صح سي صح هذا هو اللي ماركاني انا بزاف هادو من وكاين هشام الله يرحمه وكاين القصه اللي وقعت لنا ديال دي جي ديالنا اللي كان خونا كان الرابع ديالنا كنا نهار في الوقيته في العام اللي قررنا انه يكون الرابع ديالنا وان بالخدمه ديالو الصراحه هو ما خداهاش بغير هكاك كان تيخدم عن جدار واستحقاق والحمد لله اختاروا الله حنا الحمد لله على كل شيء على الزينه وعلى الخيبه اختاروا الله كانت هذيك ونزيد واحد الحاجه اخرى هو انه راه عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم حيت راه فاش توفى هشام الله يرحمه كان عندنا واحد الحافز اخر اننا نستمروا جاونا ناس اخرين كيدفعونا تيقولوا لنا خصكم تخدموا خصكم ماشي هادي فاش ما طلاشيوش ما دونك عطانا بحال قلتي دار بلاصه ما درنا ليسانس بلاصه ما درنا ليسانس كنا كنديروا ليسانس من مورا هشام كانت العزيمه قويه ودرنا الكيروزين وبدينا فهمتي سي سا سبحان الله العظيم من ورا يد الحنا في 2009 كنا محتاجين هذاك الكود بوس كنا محتاجينه كنا كنتسناو بواحد الطريقه كنا كنتسناو الموسيقى ديرو كنا كنتسناو العمل الجاد ديالنا اللي درنا فيه حنا وهذا يفهموا الناس لو ميساج وهذا والالبوم ديال حنا كنحسوا براسنا كشباب جايين في 2007 غنخرج واحد الميساج بوزيتيف للشباب المغربي بانه ما يبقاش يحرق بانه راه كاين في المغرب ما يدار بانه ما بقاش ديما نيجاتيف فهمتيني نقلبوا شويه الايه ما جابتهاش الموسيقى من عند الله من عند الله جات مع الوفاه ديال خونا يعني كلشي المغرب عيط لينا كلشي الناس تازروا معنا كلشي الناس ساندونا واننا كانوا عندنا دي كونسير موراها بيومين كانت عندنا خدمه كثيره في هذاك الصيف وحنا حبسنا بداك لو شوك اللي كان حبسنا ما غنمشيوش من الناس كتعيط وكتقول لنا لا والو غادي تكملوا فوالا فوالا ما خصكمش تحسوا بعيد فوالا اي دابا النجاح ديالكم اليوم هو النجاح ديالو هو بيان سور بيان سور بيان سور تري بيان بيان سور بيان سور بيان سور بيان سور ونتمنوا هذا هو ودابا لحد الان الا جيت تشوف راه الناس باقا كتعيط لنا هشام قسما بالله لكن نص ديال الناس ما تعرفوش محسن ما تعرفوش اشرف ما تعرفش خليفه تيقول خويا هشام ودائما فاش بغيت صوره تقول لي خويا هشام الله يرحمه تقول لي الله يرحمه اخويا تنقول لي فوالا سي صح بحال قلتي مود باز فوالا سي صح تيقول لك تيقول والوالدين الوالدين يا ربي امين الله يرحمه في هذا النهار وسعيد هذا الهجوم دابا
وانتم نجوم. الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. ما خليتوش السيمفونيه مأثر تأثر أشرف تأثر. وكاين المومون الرابع اللي كنشوفوه انا عاوتاني ماركا فناير هو ملي تحقق الحلم ديالنا ولينا بيا اونتوغي وملي ولا عندنا الفرقه غادوا كتكبر ولاو الناس تيحبونا بحال محمد سعد الصوار بحال امين حناوي لانه كنا محتاجين شي واحد اللي في الوقيته ديال ابل كنا محتاجين امين راه افيك ابل كنا تنتخبطوا في الطريق بوحدنا ما كانش عندنا يعني كانت نوفيسا خدمات دارت خدمتها بيان كوم يلفو حتى هي في واحد الوقيته ولكن كنا محتاجين امين في هذاك المومون. الحمد لله دابا هو كمل كاين معنا عبد الرافي العبديوي دابا في الاخراج راه خونا معنا ايوب بن حيده اللي الدي جي ديالنا فهمتي اوني بيان اونطوغي الحمد لله مع لي زامي.